والآن أدعو فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية في الجمهورية اليمنية لإلقاء كلمته فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس القمة أصحاب الجلالة والمفخامة والسمو معالي الامين العام لجامعه الدول العربيه احمد ابو الغيط اصحاب المعالي والسعاده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسمحوا لي في مستهل كلمتي ان اعرب عن خالص الشكر والتقدير للمملكه العربيه السعوديه الشقيقه بقياده اخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان على الاستضافه الكريمه لهذه القمه وعلى ما حظينا به من كرم الضيافة وحسن الاستقبال والرفادة وجهودهم والوفادة وجهودهم المشهودة من أجل وحدة الأمة والدفاع عن مصالحها وتطلعاتها في التنمية والاستقرار والسلام كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأشقاء في الجزائر قيادة وحكومة وشعبا على ما بذلوه من جهد خلال رئاستهم للدورة السابقة في مرحلة عصيبة من تاريخ أمتنا. وأغتنم الفرصة أيضا لأعرب عن تقديرنا الكبير لجهود الأمين العام لجامعة الدول لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومساعديه وفريق عمله في مؤازرة ومناصرة قضية شعبنا وحقه في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وهو امتنان موصول لكم أيها الأشقاء على مواقفكم الثابتة من القضية اليمنيه وفي المقدمة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. التي سطرت على ارضنا واحده من اعظم الملاحم العربيه في ردع التهديدات المحدقه بالامه خلال العصر الحديث. وهو شكر ايضا للاشقاء في مصر والاردن الذين فتحوا ابواب بلدانهم لاستقبال مئات الالاف من ابناء شعبنا الباحثين عن ملاذ امن من بطش الميليشيات وتسهيل فرص حصولهم على العلاج والتعليم والعيش الكريم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، تنعقد هذه القمة في وقت ما يزال فيه شعبنا يعاني ويلات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على التوافق الوطني في سبتمبر 2014، بدعم من النظام الإيراني المستميت من أجل استكمال مشروعه التدميري في المنطقة، مع استمرار انقسام منظومتنا العربية، وعجزها عن الاستجابة للأزمات والنزاعات المسلحة. التي تهدد بانهيار الدوله الوطنيه وتجريفها لصالح المشاريع الخارجيه التوسعيه الدخيله على مجتمعنا وهويتنا العربيه وتراثنا الحضاري والاجتماعي وانني امل ان نستلهم من صمود شعوبنا وتضحياتها الجسيمه في مقاومه تلك المشاريع لاحداث التحول المنشود واستثمار اجتماعاتنا هذه في استعاده المبادره والتوافق على السياسات المشتركه التي تستجيب لاراده الامه وتعلي مصالحها وتضعها فوق كل اعتبار لذلك نحن على ثقه بان تمثل قمه جده في ارض الحرمين المباركه منعطفا هاما لاقرار السبل الكفيلة بمقاربة الأزمات القطرية والجماعية وتجاوز تحدياتها بإدارة وإرادة عربية خالصة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، بعد نحو سبعة أشهر على انعقاد قمة الجزائر وما نزال وما تزال تلك الآمان التي حملناها إليكم بتجديد الهدنة تواجه تعنتاً من قبل الميليشيات الحوثية دون اكتراث لمعاناة الملايين من مواطنينا في الداخل والخارج وها نحن اليوم من جديد نترقب ثمار المساعي الحثيثه التي يقودها الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه وسلطنه عمان لاحياء ذات الهدنه التي التزمنا باستمرارها من طرف واحد حرصا على انهاء معاناه شعبنا وتفويت اي فرصه للميليشيات في العوده الى التصعيد الشامل. وبدلا من ابداء حسن النوايا تجاه المبادرات الحكومية تواصل تلك الميليشيات للشهر الثامن على التوالي منع وصول السفن والناقلات التجارية إلى موانئنا سعيا منها لسحق المكاسب المحققة في المحافظات المحررة بما في ذلك انتظام دفع مرواتب الموظفين وإعاقة فرص توسيعها لتشمل الموظفين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات كما تستمر تلك الميليشيات في تهديداتها لدول الجوار والسلم والامن الدوليين بنشر مزيد من الطائرات الايرانيه المسيره والالغام البحريه والقوارب المفخخه والانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان التي يرويها لنا كقصص من الجحيم ابناؤنا الذين تنفسوا هواء الحريه في عمليات تبادل للمحتجزين بعد سنوات من التعذيب والاخفاء القسري وفوق ذلك،, وفوق ذلك تعمل تلك الميليشيات في الوقت الراهن على حشد اكثر من مليون طفل الى معسكرات تعبويه متطرفه من شانها تدمير نسيجنا الاجتماعي وقيم التعايش التي انتهجها شعبنا اليمنى على مر التاريخ ولذلك ايها الاخوه فاننا نامل تحركا عربيا جماعيا الى جانب شقائنا في دول تحالف دعم الشرعيه من اجل وقف تلك الانتهاكات الفظيعه للقانون الدولي ولقيم الاسلام والحريه والمساواه، ودعم جهود الحكومه اليمنية لإنعاش الاقتصاد، وتحسين الخدمات الاساسيه، والتدخلات الانسانيه المتقد المنقذه للحياه، ومبادرات الاشقاء والاصدقاء لاستئناف العمليه السياسيه، بموجب مرجعيات المبادره الخليجيه؛ وآليتها التنفيذيه، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن ذات الصله، وخصوصا القرار 2216. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. لقد رحمنا بحذر في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالاتفاق بين أشقائنا في المملكة العربية السعودية وإيران على أمل أن يؤدي ذلك إلى مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية في المنطقة التي تصب في مصلحة الشعب الإيراني ووقف مغامرات نظامه المدمرة والتوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية. وإنني أغتنم هذه الفرصة لأشيد بجهود الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي أفضت إلى استئناف مشاركة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة على طريق حل الأزمة السورية وفقاً لمبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما يضمن وحدة وسلامة البلد الشقيق واستعادة دوره التاريخي في العمل العربي المشترك. ونشيد بجهود المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده الامريكيه التي تكللت بتوقيع الاشقاء في السودان على اعلان مبادئ لتامين الاعمال الانسانيه وحمايه المدنيين تمهيدا لمحادثات بناءه تعيد للبلد الوفي مع شعبنا الاستقرار والسلام والتنميه كما تؤكد الجمهوريه اليمنيه التزامها الكامل بدعم حق الشعب الفلسطيني في اقامه دولته المستقله وعاصمه القدس الشريف الشرقيه وفقا للمبادره السلام العربيه والقرارات والتشريعات الدوليه وتدين التصعيد الاسرائيلي المستمر واجراءاته الاستيطانيه التي تقوض من فرص السلام من ومن فرص السلام والامن الاقليمي والدولي اصحاب الجلاله والفخامه والسمو اصحاب المعالي والسعاده اسمحوا لي في الختام ان اعرب عن خالص تمنياتي بالنجاح لهذه القمه بقياده اخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان التي نثق بانها ستمثل نقله اضافيه لمسار العرب العمل العربي المشترك وتوحيد الياته في دعم جهود الاشقاء والاصدقاء لاستعاده مؤسسات الدوله اليمنيه وانهاء الانقلاب وانتصارا لصبر وتضحيات شعبنا وحقه في الحريه والكرامة الإنسانية والأمن والاستقرار والرخاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي على كلمته